سيسي، احنا موجودين في مدينة بيت لحم، مدينة الميلاد. بيت لحم بالعبرية بيت لخم أو بيت الخبز تفسيرها، وإحنا بنعرف إنه كان في العهد القديم اسمها كمان إفراتة، أطلق عليها كمان في إنجيل لوقا مدينة داود. إحنا بنعرف إنه في هذه المدينة ولد الرب يسوع المسيح. طبعاً في كيف قلت لها عدة أسماء، وفي بعض الاعتقادات بأنه كمان كان اسمها بيت لخمو اللي هي الملك الأشوري أو الأشوريين سموها بهذا الاسم، ولكن هذا ما كانش شيء يعني أكيد. السيسي، احنا بنعرف أنه بتحيط في مدينة بيت لحم أرض خصبة اللي يزرع فيها شعير وقمح، وطبعاً أشجار الزيتون والأشجار الفواكه. كان في مشكلة إنه ما فيش مي في مدينة بيت لحم، النبع بعيد عنا تقريبا 700 متر لجنوب شرق المدينة، وكان يوصل المي من خلال حفر آبار صخرية أو قنوات صخرية اللي يوصل المي للآبار الصخرية اللي كانت تحفر في هاي المدينة. ونعرف إنه أول مرة تذكرت فيها بيت لحم كان في سفر التكوين إصحاح 35 لما رحيل ولدت بنيامين. ونعرف كمان انه في بيت لحم في قبر رحيل لانها ماتت هنا. كمان الوادي اللي موجود في الشرق هو ده المكان اللي عاشت فيه رعوس المؤبيه، ودي الحقول اللي اشتغلت فيها، ودي المدينه اللي سكنت فيها مع زوجها بوعز. ونعرف انه طبعا رعوس هي اللي جاء منها ومن نسلها داود والمسيح. في بيت لحم كمان نعرف من صمويل الاول اصحاح 12 ان يسى ابو داود كان عايش هنا في بيت لحم، وطبعا هنا اتولد داود وموسح ملك من صمويل النبي بعد لما الرب رفض شاول الملك، ونقرأ كل ده في سفر صمويل الأول إصحاح 17. يقول الكتاب أنه أما داود كان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم. وبحسب أرمية إصحاح 41 نعرف أنه في زمن السبي كانت بيت لحم نقطة السفر لكل المتجهين لأرض مصر. كمان اتذكرت في نبوة ميخا في الإصحاح الثاني النبوة الشهيرة اللي بتقول: أما أنت يا بيت لحم إفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. وكأنه لوقا يعني بركز على هاي الآية في سفر ميخا الإصحاح الثاني حتى يفرجي أنه النبوة الله قادر من خلال الإمبراطورية أنه يحقق هاي النبوة اللي ذكرت في ميخا. وده يخلينا زي نشوف أن الرب بيتحكم في كل الأحداث والسياسة عشان كلامه تتم. وكمان مش بس كده بصفة عامة، لكن كمان في حياتك. يعني لازم كل واحد فينا يصدق كده أن الرب يتحكم في كل شيء على أساس أنه كلمته تتم، وعوده في حياتنا لازم تتم. وعلى فكرة في مدينتين بهذا الاسم، بيت لحم يهوذا وفي بيت لحم زبولون. وبالنسبة للعصر المسيحي طبعا أهم وأعظم حدث لبيت لحم هو ميلاد الرب يسوع، زي ما هو مكتوب في إنجيل متى 2 وإنجيل لوقا الإصحاح الثاني: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية اتذكر بيت لحم اليهودية. ونتيجة لذلك طبعا نعرف أنه حصلت مذبحة عظيمة في هذا المكان، مذبحة الأطفال الأبرياء الشهيرة بأمر هيرودس الملك. نكمل